السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم بحالكم أصدقائي، أتمنى أن تكونوا دائما بالصحة والعافية. اليوم عدت لكم الحلقة الثالثة من عبد دريم ليك سوكر. اليوم سنقوم بشراء لاعبين عربيين غنيين عن التعريف لتدعيم الفريق للصعود إلى الدرجة الثانية إن شاء الله. لاعبين غنيين عن التعريف وقلت لكم هم رياض محرز ومحمد صلاح. حسنا، سنقوم بشرائهما الآن. حسنا، محمد صلاح في الصورة، هو سيتم تقديمه لنا في الملعب الآن، وهذا من التحديثات التي قامت بها الشركة للعب دريم ليج. والآن سنشتري رياض محرز. حسنا، ها هو تعد، ها هو لقد اشتريناه. الآن سنذهب لبدء أول مباراة. حسنا، سنقوم بأول مباراة. أوه، لم أدخلهما. خطأ، لم أدخل محرز ومحمد صلاح. حسنا، سنقوم بإدخالهما الآن. محمد صلاح، ها هو، ورياض محرز هو مكانه. حسنا، حسنا، ما هذا؟ لا أعلم لماذا لا يريدني. لا أعلم. حسنا، عندما يدخل سوف أقوم بتغيير ذلك. حسنا، ماذا الآن؟ هكذا هكذا. رياض محرز سيقوم بهذه الأشياء. حسنا، بسم الله الرحمن الرحيم، سنبدأ المباراة الآن. ها هي بيريتو، تعود الكرة محمد صلاح، محمد صلاح، محمد محمد محمد، والهدف الأول. جول، الهدف الأول لمحمد صلاح. حسنا، 4 دقائق، هدف لصفر. تعاد الكرة رياض محرز، يلعبها لمحمد صلاح. حسنا، هكذا ثم هكذا. أوه، مقطوعة، مقطوعة كما ترون. ومحمد صلاح. حسنا، رياض محرز سيقوم بالتوزيع، والكرة لم تدخل، الكرة لم تدخل إلى المرمى. حسنا، الهدف الثاني من تشابي. حسنا، هو محمد صلاح قادم، ولم يستطع أخذ الكرة، لا بأس. آي سميث، حسنا، ها هو رياض محرز، ها هو رياض. أوه، كان متسلل رياض محرز، كان متسللا، والحكم يعلن عن خطأ. حسنا، هي الكرة، تشابي لم تصل، تعود الكرة، لا بأس، لا بأس، هاي الكرة ما زالت. حسنا،
حسنا لا بأس. ونهاية الشوط الأول بتقدم اف سي كينغ بهدف لصفر. حسنا. ها هو رياض محرز، تشابي، والهدف الثالث من محمد صلاح. الهدف الثالث يسجله محمد صلاح في الدقيقة 48. العرب السياد مباراة. رياض محرز، محمد صلاح، تمريرة رائعة، والهاتريك الهاتريك. وللمرة الثانية، للمرة الثانية ما هذا، برجليه لمرتين على التوالي. حسنا علي، نقوم بتمريرات قصيرة. ها هو رياض، ها هو رياض، لقد أخذ من الكرة لا بأس. حسنا عاد رياض، والهدف الأول لرياض محرز. الهدف الأول لرياض محرز مع كينغ. حسنا هذا الولد يعاني، آسف هناك لاك في اللعبة، لا أعلم لماذا. حسنا فقد عدت. هو محمد على طريقة الكبار، والهدف الخامس، والهدف الخامس لمحمد صلاح في المباراة. حسنا صارت 5-0 لصفر. هو محمد، هو يعطي تمريرة رائعة يلعبها، ورياض محرز يسجل ثنائيته في المباراة. ثنائية رياض محرز في المباراة صارت 6-0. حسنا تقدم فريق اف سي كينغ ب6 أهداف لصفر، هدفين لمحرز، 3 أهداف لمحمد صلاح. مباراة رائعة. حسنا عند صعودي للدرجة الثانية سوف أقوم ببناء فريق عربي متكامل. وطبعا محمد صلاح كما قلت لكم سوف أبني فريق عربي متكامل، لن أضع فيه الأجانب، فقط العرب. هذه فكرة جيدة جدا، ذلك وذلك. حسنا الحكم أضاف دقيقة. هي كرة لبلد الوليد. 6 أمتار للحارس. الكرة الأخيرة. حسنا موزعة. ونهاية المباراة، الحكم يعلن عن نهاية المباراة بفوز اف سي كينغ 6-0 لصفر، واختيار المصري محمد صلاح رجل المباراة. حسنا إلى هنا سوف أقوم بإنهاء الفيديو. إذا أعجبكم الفيديو فلا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا إن شاء الله، وإلى اللقاء.